انا مش قادر اوصف شعوري الحقيقه النهارده ان انا موجود معاكم في مهرجان الغناء الفكري. وكمان سعيد جدا بوجودي في الكويت بلدي التاني، ولان حقيقه من ساعه ما جيت ومن ساعه ما وصلت في المطار لحد اللحظه دي انا ما عنديش اي احساس ان انا سبت مصر، لان انا حاسس ان انا في وسط اهلي. بتعدي جميلة. انتوا جاهزين ولا ايه؟